الحضرة يحضر بروح زكية، في الحضرة يحضر بروح زكية، ويحكي سيرة سيد البرية. الحضرة تكبر يا مصروية، والذكر يسري بين العباد. عسب حسبح وشوف نضايو، عالورد صبح فرش لحايو، عسب حسبح وشوف نضايو، عالورد صبح فرش لحايو، علم وربح ولا شفنا زيه، أبناءه كنا وولاده ولاده. نظر قابلت الحنان في عينه، أنا اللي عايش أسد دينه، سألتني كل الليالي فينه، قلت لها زارع وأنا الحصاد، دفعت ضريبة لأجل الحبيبة، قال لي التدين حنان وطيبة، لا الجلابية ولا الزبيبة هيكونوا أصدق من الجهاد. وصحبه سيد مكاوي عيد، وصحبه سيد مكاوي عيد، مع اللي يزرع واللي يشيد، مع اللي يزرع واللي يشيد، واللي جاهد واللي قايد ثورة عرابي على الفساد، ثورة عرابي على الفساد. الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت، يعني هنتوقف عند ديوانك الجديد إن شاء الله. خيالي. أيوة. ما هذا الاسم؟ ما هذا الاسم؟ هو يعني كلمة خيالي هي جت على بالي من إن أنا في الديوان ده، هو أقدر أقول إن ديوان ذاتي، بمعنى إنه على مدى يعني فترات الشعر الطويلة وعلى مدى الدواوين اللي أنا كتبتها، الهم العام فرض نفسه عليا كشاعر. أيوة. وفرض نفسه على شعراء كتير، يعني في أجيال اللي سبقتنا، يعني كل الأسامي العظيمة من الشعراء اللي أنا قلت اسمها من شوية كلهم كان الهم العام شغلهم أكتر بكتير من المشاعر الذاتية، التأمل، العواطف، الأفكار حتى اللي ممكن يعني تطرأ على ذهن الإنسان يعني، فكان شغلني قوي الهم العام ده. في الديوان ده أنا ابتعدت، يعني حسيت إنه أنا عملت الحكاية دي في ديوان سابق اسمه نبع العطش، إنما في الديوان ده كنت كمان أكثر يعني أكثر ذاتية يعني، فقلت ده خيالي يعني خيالي الخاص، خيالك الخاص، مش خيالي المندمج فيه، مش الخيال المندمج فيه الهم العام، ده خيالي الذاتي الخاص بيا جدا. كويس. ومن جهة تانية لقيت إن كلمة خيالي دي معناها كمان إنه شيء خيالي، احنا لما بنشوف حاجة بنقول عليها ايه ده شيء خيالي يعني. عشان كده انا سألت حضرتك، لانه الكلمة تعطي معاني كتير. بالظبط كده. فلقيتها كلمة مناسبة وكلمة واحدة تغني عن الكثير يعني، فاخترتها هي عنوان الديوان.